هذه هي الجويجه الجديده اللي جينا من عند داك الصديق ديالنا. ان شاء الله غادي نديروها ماكينه ديال الفوياجور. زوينين تبارك الله اللهم بارك فيهم. الهويه رائع، هذا بدعي بالكحل والانثى صمصاليه في السلسليه. واحد السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير، صافا مزيان، هانين. تحياتي لكم وتحياتي لكاع الموالي، وكنشكركم اخوتي على الدعم ديالكم، والله يجازيكم بالخير. خوتي اليوم غادي ندير لكم واحد التوليعه كير ديال الخنيسي وفي الحميمات، ومرحبا بكم. هذه الانثى ديال الخنيسي اللهم بارك، وكيف ما كتشوفوا معايا هذه الانثى الحمراء ديال الخنيسي، راه درناها بالذكر الابيض، بغينا غير نولفهم حتى هما على بعضياتهم باش ملي نطريطيو الحميمات نلقاو كلشي مقاد. هذا الذكير ديالنا ديال الخنيسي حبسناه شويه على حسابكم اخوتي باش نطلقوه هو الانثى ويولعونا. كتشوفوا الذكر الابيض اخوتي اللهم بارك فيه، الذكير زوين في المستوى. كما كتشوفوا اخوتي راه الذكر حيدنا ليه الانثى، بغينا نتولعوا فيه حتى هويا اللهم بارك. كيف ما كتشوفوا راه الذكير زوين في المستوى، اللهم سخر لنا فيه اخوتي ويسر للجميع. كيف ما كتشوفوا معنا اخوتي شنو هي بيراده، راه بدا كيتقاد اللهم بارك اخوتي. ضد كير خول كبير بالنسبه للباب اخوتي، ها هو يركب بجوج دفات كيف ما كتشوفوا، راه مازال خاصهم واحد شويه ديال الوقت. مع هاد السيمانه اخوتي ان شاء الله بتنقاد الواجهه ديال السجنه، راه غادي تشوفوا ان شاء الله معايا ملي غادي نبدا الخدمه، راه غادي ندير لكم شي فيديو. كيف ما كتشوفوا الفريخ ديالنا راه لوين طلع فيه زوين ما شاء الله عليه، راه هو الاب ديالو. هادي الكوبي ديال القطيطان اخوتي، راه حنايا سادين عليهم هنايا، غنطلقوهم لكم شويه تولعوا فيهم حتى همايا. غادي نخرجوا لكم الذكر ديال الخنيسي. اللهم بارك اخوتي، هذا هو الذكير اخوتي اللي قلت لكم ديال الكناريو، راه ماشي دوريجين كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا الحميمات كيحوموا، راه الجو زوين مناسب، حمام كيطير في هاد
الايام هذه، ما كايناش الشمس بزاف والجو بارد. اللهم بارك. كما كتشوفوا هادو هما جوج كره ديال الكناريو، هذاك اللي فيه الابيض ماشي دوريجين، وهذا اللي كتشوفوا هاد الاكحل راه دوريجين. اللهم بارك لينا فيه. هانتوما كيفما كتشوفوا اخوتي، الميمات راه مازال تيحوموا. اللهم بارك. الدكار ديال السيفيانوس مبقاش كيحيح بزاف حيت الانثى ديالو بيضات. اللهم بارك اخوتي. شحال هذا ما بقينا طلقنا لكم القطيطان تولعوا فيه. اللهم بارك اخوتي. كيف ما كتشوفوا الذكير والانثى ديال الخنيسي. هذه هي الكوبلة ديال الكناري اخوتي. هذا ما بقينا طلعنا لكم الذكر الازرق تولعوا فيه مزيان. اللهم بارك اخوتي. كيف ما كتشوفوا ديال الانثى البيضاء والذكر الازرق. اللهم بارك اخوتي. الانثى اخوتي الكحله اللي كتشوفوا فيها راه باقا شمبوره، راه باقي ليها ثلاثه السيوفه اللي باقا خاصها تبدلهم. دابا خليني اخوتي. اللهم بارك. الذكر الكربوني اخوتي. اللهم بارك. ما تنساوش اخوتي تقولوا لي الكوبلات ديال القطيطان كيف جاوكم.
اللهم بارك اخوتي ونجينا واياكم من المهالك. والذكر الخنيسي اللهم بارك اخوتي كيف ما كتشوفوا ما مازال خاصو يبدل واحد 3 السيوفه وغادي تفرجوا فيه في الطيران. راه تبارك الله كيف ما كتشوفوا اخوتي الحميمات عطينا الماكله وولعناكم في كاع الحميمات. ومرحبا بكم اخوتي ان شاء الله في شي فيديو جديد. ان شاء الله راه كيف قلت لكم هاد السيمانه هادي راه غادي نقعد السجنه وغادي ندير لكم ان شاء الله حتى هي عليها شي فيديو. وبالنسبه اخوتي للقفص راه بغيت حتى نكمل السجنه نغلفها من الداخل بغيت ندير لها شي كونتر بلاكي وواحد البريطات. المهم راه ملي غادي نكون قاد فيها راه غادي نصور لكم كل شيء اخوتي. ومرحبا بكم في قناه ايوب حمام قطيطان في امان الله.